أهلا بحضراتكم وفقرتنا الحوارية الأولى اللي هنخصصها النهاردة للحديث عن الثروة الحيوانية. دي شيء مهم جدا بالنسبة لنا كمصريين، نوع من أنواع الأمن الغذائي، علشان كده وزارة الزراعة اهتمت بيها في الفترة اللي فاتت وعملت مجموعة من المشاريع، أحيت مشروع البتلو، عملت مشروعات قروض علشان المربين يحصلوا على رؤوس ماشية، وعملت مشروعات ملء الفراغات في المزارع وغيرها من المشروعات الأخرى. ده بيستلزم معاه وجود خدمة بيطرية على أعلى مستوى، إجراءات تحليلية على مستوى عالي وذات جودة عالية، حملات للتوعية علشان نحافظ على هذه الثروة. ده بيقوم به مجموعة من المتخصصين عبر مجموعة من المعاهد البحثية المحترمة، منها معهد بحوث الصحة الحيوانية اللي هنتكلم عن دوره في حملات التوعية في هذه الفقرة. بيسعدنا أن نستضيف دكتورة نسرين زكي، الباحث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، الحديث عن هذا الموضوع. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة نسرين، بداية كده تعرفينا عن يعني دور معهد بحوث الصحة الحيوانية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك والكل بيعلم ان في مصر في معهد بحثي اسمه معهد بحوث الصحة الحيوانية، وده من اسمه، وده بنعتبر ان اسمه بينشق لجزئين، شق اسمه معهد البحوث، اذا في الشق البحثي وده خاص بالسادة الباحثين والاطباء اللي متواجدين في المعهد، والشق الثاني اللي هو اسمه الصحة الحيوانية، اللي هو ازاي يبقى انا ليا دور في الصحة الحيوانية والنهوض بيها، وكمان علشان نطور في الصحة الحيوانية عندنا ودورنا فيها. بدأت دلوقتي اتجاه المعهد عندنا ان حتى كمان الابحاث اللي خارجة من المعهد تكون ابحاث تطبيقية بتلمس مشاكل حقلية موجودة، بتوجد سبل للعلاج ليها، بنطور الخدمات اللي موجودة في سواء كانت في مزارع دواجن، في مزارع حيوانات حية، بنخدم المنظومة كاملة. فطبعا حضرتك كما تعلمي برضو ان معهد بحوث الصحة الحيوانية بيحتوي على اقسام عديدة، بعض من الاقسام اللي متواجدة في ديت اقسام بدأت خلاص في الاعتماد بتاعها، وفي منها اللي اعتمد فعليا، وان المعهد كمان بداخله معمل مرجعي الداجني، وده معمل معتمد، ده بيخدم الثروة الداجنة تماما، سواء فحص، سواء متابعة، سواء متابعة تحصين، فحص عينات، اشتباه في حالات، تشخيص، متابعة تركيبات جينية وراثية، بنشوف مثلا الفيروس اللي عندنا اللي كان متسبب لمرض معين في الدواجن تطور لحد فين، فين ايه الجين اللي مسؤول عن الاعراض اللي بتحصل عندي وكيفيه التعامل معاها. فهو معهد خدمي اكتر منه ان هو يميل الى الجهه البحثيه. فطبعا وده بيحتوي يعني المعهد عندنا يعني حضرتك بيحتوي على اكتر من تخصص موجود عندنا، في قسم الامراض الفيروسيه ده خاص بقسم الفيروسات، في عندنا قسم خاص بصحه الاغذيه، في عندنا قسم خاص بالبروسيلا، في البكتيريولوجي، في امراض الجاموس، واقسام متعدده، بالاضافه ان هو برضو تابع لي معامل فرعية، ودي في محافظات الجمهورية حوالي 33 أو أكتر معمل فرعي، وفي معامل في الوقت الحالي تحت الإنشاء، وفي معامل فرعية تم اعتمادها بالفعل، وفي معامل تحت الاعتماد. ففي نشاط جامد جدا لمعهد بحوث الصحة الحيوانية وللإدارة الفعالة بتاعته. يعني حضرتك متخصصة في أي قسم في الأقسام الموجودة؟ أنا رئيس بحوث قسم صحة الأغذية. هايل. نتكلم عن القسم ده بوجه خاص، يعني صحة الأغذية والدور اللي بيقوم بيه. تمام. هو طبعا قسم صحة الأغذية من الأقسام الرئيسية في المعهد عندنا، ده منوط بكذا حاجة، يعني أكتر حاجة طبعا ودي اللي كان كل الناس بيهتموا بيها، اللحوم اللي جاية من الخارج المستوردة، إحنا علشان دي تنزل الأسواق عندنا لازم بنعمل لها فحص اسمه فحص صلاحية، هل هي صالحة للاستخدام الآدمي ولا لأ، الخواص بتاعتها ليها معايير في الكشف عنها، وعلشان أجيز صلاحيتها وأخليها تنزل في الأسواق عندنا في اختبارات بتتعمل خاصة باسمها اختبارات صلاحية واعتماد جودة. الاختبارات ديت بنسبة كبيرة جدا من الاختبارات دي تم اعتمادها داخل قسم صحة الأغذية، ودي المنوطة بعملية الفحص.
في نفس الوقت كمان حضرتك يعني برضو بالتعاون مع هيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري، كمان قسم صحة الأغذية بالباحثين اللي موجودين فيه منوطين برضو بعمليات اللي هي الضبطية القضائية اللي هو التفتيش في الأسواق، خدت بال حضرتك، والمصانع والمحلات نفسها علشان يتاخد برضو العينات خاصة بعمليات الفحص، عشان برضو أشوف قد تكون اللحوم المخزنة دي غير صالحة للاستخدام، يبقى برضو علشان إن أنا أضمن إن هي ما تخرجش للأسواق وتعمل وتتسبب في أذى أو حالات وفيات أو تسمم أو أيا كان الأعراض اللي بتتسببها للمستهلك، يبقى أنا بحمي المستهلك من بداية اللحوم اللي هو هيتناولها بعد كده. فده دور مهم جدا في قسم صحة الأغذية. برضو الدواجن المجمدة المستوردة بتتاخد برضو ليها برضو حاجة اختبارات اسمها اختبارات صلاحية، ودي برضو من الاختبارات الهامة، لأن طبعا أنا دلوقتي يعتبر الفوكس بيبقى على قسم صحة الأغذية في إيه؟ انتوا سمحتوا للحاجه دي تدخل ازاي، الناس اللي بتعاني من مشاكل، الناس اللي لقت اللحوم فاسده، اللي لقت الدواجن فاسده، فين الدور بتاعكم؟ فدايما كنا بنتسال السؤال دوت، لا يا جماعه احنا موجودين، قسم صحه الاغذيه موجود وله دور فعال جدا جدا في البلد، ويعني مش عايزه اقول لحضرتك حالات كتيره جدا جدا لما بتتفحص العينات بعد كده بيتمنع تداولها في الاسواق، فانا كده حميت المستهلك عندي واديت دور فعال معاه، وبقى دلوقتي بقى فيه ثقه ما بين المستهلك وما بين المعهد عندنا، ليه؟ عارف ان الاختبارات اللي خارجه من معهد بحوث الصحه الحيوانيه دي اختبارات معتمده لا جدال فيها، وواخده باعتماد الايزو 17025 ومطبقه كل المعايير القياسيه، فالفحص بتاعها بيكون فحص دقيق جدا جدا يعني. طب يعني فكره الاعتماد دي معناها انه يعني التحاليل اللي بتجرى هنا معتمده من الخارج، يعني مثلا بالزبط. زي الاتحاد الاوروبي بالظبط كده حضرتك، يعني هي نفس معنى كده ان اي حاجه بتخرج من هنا وكانها زي الاتحاد الاوروبي بالظبط حضرتك، بتتبع نفس المعايير او نفس الخطوات في التحليل، ومعانا نفس الخطوات اللي دايما المواصفات القياسيه انا ببقى ماشيه بيها، بتقولي عشان افحص مثلا المنتج دوت ايه الاختبارات اللي انا بعملها، في حاجه اسمها اختبارات ظاهريه حسيه، ان انا الاول خالص قبل ما ادخله معمل وقبل ما افحص اشوف الشكل العام للحاجه اللي جايه لي ديت، سواء كانت لحوم كانت دواجن كانت منتجات لحوم، بيبقى لها معايير خاصه بالشكل الظاهري بتاعها، الريحة، اللون، المظهر الخارجي بتاعها، الملمس، اللي بناء عليها بكمل بقية الاختبارات. طب فرضنا ان انا في اول مرحلة خالص من الفحص عندي لقيت الحالة سيئة جدا، لقيت المنتج اللي جاي لي الريحة بتاعته غير طبيعية، اللون بتاعه مش هو ده اللون اللي معروف بيه المنتج او اللي معروف بيه لون اللحمة او المعروف بيه لون الدواجن اللي موجودة عندي، يبقى انا من البداية خالص انا بقول لأ، هنا يا جماعة في جرس هنا ان اللحوم اللي عندي دي سواء كانت دواجن او لحوم حمراء او منتجات لا ممكن يكون موجود فيها بعض الامراض اللي هتسبب مشكلة للمستهلك عندي لما يتناول الحاجة دي، فلازم بفحص بمقاييس معينة وبمعايير معينة ما ينفعش ان انا احيد عنها. طيب ده الظاهرية، غير الفحوص الظاهرية في طبعا في الفحص في الفحص البكتريولوجي ده انا بعمله، لان في بعض الميكروبات اساسا وجود ميكروب واحد منها المواصفة القياسية المصرية بتقولي ده يستبعد تماما، فلازم ده بيبقى اول حاجة بعملها اللي هي زي بالظبط امراض التسمم الغذائي دي بيبقى تواجدها من البداية خالص لا غير مسموح بتواجدها، ميكروب زي ميكروب السالمونيلا لا، جميع المواصفات تقول لي لو ميكروب واحد موجود عندي في العينة العينة بترفض، في بعض الميكروبات بيقول لك لا دي ممكن بتتأثر بالمعاملة الحرارية ممكن تتأثر بإضافات، فبيبقى لها عد برضو محدد ما اقدرش ان انا اتجاوزه، يقول مثلا 10 اس 2 10 اس 3، طب انا لقيتها 10 اس 4 10 اس 5 بترفض تماما، خدت بال حضرتك؟ ففي معايير تانية، في فحص بكتيري اللي هو بيقول لي ايه، ان انا لما بدور على حمض مثلا زي حمض السيوباربيتوريك اسيد ده من ضمن علامات الفساد، لما بلاقيه بيتجاوز الحد ببقى عارفه كويس قوي ان اللحوم دي اللي عندي او المنتج ده داخل في مرحله فساد،
فانا بنصح يا جماعه، طب انا لسه دلوقتي ده منتج، يعني هيتنقل، يعني هيتخزن، لسه المستهلك هياخده. المرحله دي كلها ممكن تكون من ضمن المراحل اللي تساعد في اظهار علامات الفساد. فدي برضو اختبارات بتبقى مهمه جدا، اختبار بكتيريولوجي والاختبار الكيميائي والفحص الظاهري، دي بعتبرها الاساس عندي لرفض او قبول اي عينه بتبقى داخله للمعهد عندنا. طيب حضرتك كلمتينا عن مواصفات قياسيه مصريه، المواصفات القياسيه المصريه دايما المواطن عنده احساس كده داخلي ان احنا يعني اقل من المواصفات القياسيه الموجوده في امريكا او في الاتحاد الاوروبي او في غيرها من الدول المتقدمه. فبمعرفه حضرتك يعني العلميه، هل احنا بعاد عن هذه المواصفات ام ان هناك تشابه او تطابق؟ لا بالعكس، ده في حاجات كتيره جدا يمكن احنا هنا في مصر يعني بنبقى متشددين جدا فيها عن الدول الاوروبيه. وفي حاجات انا يعني معلش حضرتك برضو البيهيفير بتاع المواطن او العادات بتاعه المواطن بتختلف طبعا هنا في مصر عن في الدول الاوروبيه في الدول الافريقيه. فانا قبل ما بحط المواصفه القياسيه المصريه انا لازم بشوف العقليه اللي انا بتعامل معاها، تصرفات الشعب المصري والعادات بتاعته الغذائيه طبعا تختلف تماما. يعني ان احنا شعب يعني حته الاكل عندنا دي حاجه اساسيه مهمه، لا علشان احس ان انا اخدت وجبه دسمه، وجبه حسيت انها اشبعتني، لازم اكون واكل كل العناصر اللي موجوده فيها. فببقى دايما حريص، مش عايز حد يحط لي قيود عليها، لا انا عايز حضرتك تديني فتره سماح شويه، قولي اه ممكن تاكل المنتج ده بس ده تشويه احسن. يعني دايما يقول لي ايه اللي مثلا الشوي افضل عندي من عمليه التحمير، بس من عمليه ان انا اضيف حاجات زي ما حضرتك عارفه ان في بعض العادات السيئه عندنا، مثلا ماده زي يعني عينه مثلا زي عينات الكبده. خدت بالك حضرتك شعب مصري عنده تصور ان انا لما اعصر عليها الليمونه ممكن اكلها كده، لا احنا بنقول له لا ما ينفعش، في حاجات لازم احنا بنحافظ عليك فبنحط لك المقاييس دي، لازم تتعرض لحراره، لازم يبقى فيه وسط حامضي موجود، هعصر ليمون، هعصر خل، اتعرض لحراره، انا كده بخفف بالنسبه لك الاصابه بالامراض، بخفف انتقال الامراض، بخفف ان لو حتى فيها الميكروب عندك، لا المعامله الحراريه بتقضي لي على الميكروب او بتقلل لي تاثيره، فانت لما بتاكل بتاكل يعني وانت مطمن. لكن طبعا على عشان نقول له ما تاكلش خالص، الشعب المصري عندنا حضرتك لا يقتنع تماما بالمنع النهائي، لا قول لي باحتياطات اكل الحاجه ازاي، هل الشوي افضل ولا التحمير بس، هل مثلا اللحوم عندي اخزن وبعد كده اكل ولا لا. يعني مثلا في الدواجن عندنا لما بنيجي نقول له انت خزن يعني في التجميد، جمدها لفتره معينه مثلا ما تقلش عن شهرين ثلاثه. ليه انا ليه قلت له كده؟ انا ما قلتهاش اعتباطا، لان في ابحاث حضرتك اتعملت لقوا ان ابسط حاجه، وطبعا كلنا عارفين ان المزارع مزارع الدواجن بتعتمد اعتماد رئيسي، وده برضو سلوك خطأ من أصحاب المزارع، إن هو متخيل إن المضادات الحيوية لما أنا بديها أنا كده مطمن على دورة الدواجن اللي عندي إنها هتمر بسلام، بس أنا ما عنديش الخلفية الطبية اللي تقول لي طيب أنا بدي المضاد الحيوي ده، طب ما في ناس هتاكل الدواجن دي، طب أتاكلها؟ أنا اديته النهاردة، المفروض إن أنا أبقى عارف إن هو بيبدأ مرحلة الانسحاب بتاعته من الطائر بعد قد إيه؟ بعد 10 أيام، بعد أسبوعين، بعد 8 أيام، يبقى أنا أذبح بعد المدة دي عشان لما أنزله للأسواق والمستهلك ياكل الدواجن ديت يبقى هو كده بياكل حاجة آمنة. فأنا بقول له طيب عادي أنت خلاص مدي التجميد ده بيبقى دوره إيه؟ إن في بعض المضادات الحيويه بتتكسر بالتجميد. انا عاوزه اقف عند النقطه دي، لان النقطه دي ماشيه مع سياسه الدوله اللي هي نفسها تنفذها، وهو ان احنا مفيش حاجه اسمها اللحوم، انا بفضل اللحوم اللي بذبحها في ساعتها وباكلها في ساعتها. حضرتك دلوقتي بتقولي لي لان تفكير المواطن المصري ان اللحوم المجمده او الفراخ المجمده دي ما فيهاش فيتامين، انها سيئه، فحضرتك دلوقتي بتقولي انها افضل من الناحيه الغذائيه
لانها هتتخلص من كل يعني المضادات الحيويه اللي قد يكون المزارع حطها فيها، وبالتالي ثقافه ان احنا ناكل الحاجه على طول دي انها احسن مش شرط انها تكون احسن. لا انه لا، ان ممكن اتجاه الدوله ان احنا نعمل يعني المحلات بيع الطيور دي انها تعمل عندها دي فريزر وانها تبيع حاجات مجمده او مبرده، قد يكون ده افضل. ما انا هقول لحضرتك يعني بالظبط كده، زي ما الفتره اللي كان حصل فيها مرض انفلونزا الطيور، بقى كل الناس متخوفه، ايه ده يعني انتوا بتقولوا لنا بعد كده ان احنا ناكل الفراخ المجمده، يعني ما ناكلش بقى الفراخ الحيه؟ ففي يعني احدى المربيات كده، وطبعا حضرتك عارفه احنا بنفتقد او مش عايزين، بعض المربيين والمربيات مش عايزين ثقافه المنع. فلا، اللي بيربي في البيت عنده او اللي بيربي في المزرعه مش عايز حضرتك تقولي له بطل التربيه. فانا واحده جت في مره يعني مربيه وكده، قلت لها حضرتك دلوقتي انا لما اكلمك عن الفيروس انفلونزا الطيور، لو هو في الدجاجه اللي قدام حضرتك دي وحطيتيها في ميه مغليه الفيروس ضعيف فهيموت، تمام؟ يبقى انت كده مش قلقانه، صح؟ طب لو انا جيت وقلت لك انت رايحه تشتري من الاسواق الدجاجه واللي فيها مرض انفلونزا الطيور دي، بيعملي بقعه نزفيه على العضلات بتاعه منطقه الصدر، حضرتك هتتقبليها كربه منزل ان انت تدخليها البيت عندك؟ هل تتقبلي انك تشتري الفرخه من السوق وفيها البقع النزفيه دي؟ لا، صح طبعا، ذوقنا مش هيتقبل ده حتى لو يتخلص بالظبط كده. يعني فاحنا بنوجه في ايه؟ ان مش الفكره ان انا اقول لكم يا جماعه او اهون الموضوع او ابسطه، خلي بالكم ان فيروس الخاص بمرض انفلونزا الطيور ده فيروس ضعيف جدا، مجرد ما بتتحط في الميه المغليه الفيروس بيموت. إيه تمام ماشي، بس انا افتقدت حاجه، افتقدت الماركتابيليتي، التسويق بتاع المنتج بتاعي، الشكل الجيد اللي ممكن يدفع لي بالظبط. انا لما حضرتك انت لما بتروحي اي سوبر ماركت، ايه اول حاجه بتشدك للحاجه اللي انت بتيجي تشتريها؟ طريقه العرض صحيح. والشكل بتاعها، لقيت الشكل كويس انا بشتري الحاجه ديت. فاحنا لما بنقول، ما كانش الهدف من ان احنا بنقول للناس يا جماعه الطيور الحيه ومخاطرها علشان خاطر مرض انفلونزا الطيور، لا، احنا طمنا الناس في المرحله دي، قلنا الفيروس ضعيف جدا. بس احنا العادات السيئه اللي عندنا هي اللي بتخليه مازال موجود وبيتحور وبيطور من نفسه. فعايزين نقضي على، ودي اللي احنا بنساند الدولة فيها، القضاء على تداول الطيور الحية. انت بالظبط كده حضرتك، طول ما انا السوق مفتوح بتاع الطيور الحية، طول ما انا التحكم فيه بيبقى صعب جدا عليا. انت هتتحكمي في ايه ولا في ايه؟ طب التربية المنزلية هنتحكم فيها ازاي؟ الطيور الموجودة في الاسواق هنتحكم فيها ازاي؟ هل حضرتك تضمني ان دلوقتي الطيور المباعة في الاسواق خالية؟ لا طبعا، انا ما اقدرش احكمها. لكن لما باجي بقول لا بلاش يا جماعة، ونقفل المنفذ بتاعنا للأمراض الفيروسية والأمراض البكتيرية وكل الأمراض اللي بتأثر على صحة المستهلك، يبقى أنا كده بدفع الاقتصاد بتاعي للأمام، أنا ما برجحوش ورا. صحيح. أنا عايز أسأل حضرتك قبل ما الوقت يخلص عن موضوع بقى الحملات التفتيشية على السوبر ماركت والمصانع وغيره، اللي بيحرك حضرتك شكوى ولا ده يعني حاجة شبه دورية أنكم بتقوموا بحملات تفتيشية؟ لا طبعا، هو طبعا في حملات، وده بيبقى بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، دي بتقوم حملات بشكل دوري خالص. بس طبعا لما بيبقى في شكوى في مكان معين ده بنلجأ لها، وأساسا في القوافل العلاجية اللي موجودة دي بصفة دورية على طول، ديت بتعمل تمشيط، لأنها ديت على مستوى الجمهورية كلها، فبتعملي زي تمشيط لكل البلدان وداخل جمهورية مصر العربية. بتبقى بالظبط حضرتك زي ضوء أخضر كده، لا محافظة مثلا الغربية، محافظة الشرقية، محافظة الآلية، يا جماعة فيها مشكلة. المشكلة مش شرط في مزارع الدواجن، ممكن في حيوانات اللي هي الحية، الحيوانات اللي هي الكبيرة، اللارج انيمال. خدت بالك حضرتك بيجي يقول لا في اعراض لمرض كذا، طيب بنقوم احنا بنتوجه على طول للمنطقه اللي فيها الشكوى ديت، بناخد عينات منها، بنتوجه لمعهد بحوث الصحه الحيوانيه بتاعنا،
حسب المكان اللي انا فيه. انا كنت في مزرعه دواجن، بتوجه للمعمل المرجعي وبنقول لهم يا جماعه انا عندي مشكله في المزرعه الفلانيه، بيتم التشخيص وبيتم الفحص بتاع العينات، وبناخد العينات بالطريقه السليمه وبتتنقل بطريقه صحيه سليمه، بتتفحص علشان نوصل في الاخر طب هل دي مشكله فيروسيه ولا مشكله بكتيريه. لان يعني طبعا لو فيروس كما تعلمي حضرتك ان الفيروس لا يعالج. نعم. انا ما بعالجش، انا كل اللي بعمله ايه، ان انا بقول له طب نرفع الحالة المناعية اللي عندك علشان بناء عليه يبقى انت يوم ما يجي لك اي مرض يبقى انت في عندك جهاز صد في الخط الاولاني. طب فرضنا ان التصنيف والعزل بتاعنا قال لا يا جماعه ده عدوى بكتيريه، بعمل له الف به في اي عدوى بكتيريه، بعمل حاجه اسمها اختبار حساسيه، ان هو يقول لي بالظبط ايه المضاد الحيوي اللي يتناسب مع الميكروب اللي طلع لي دوت ويقضي لي عليه، مش لمجرد ان انا بعشوائيه كده اقول له اه انت عندك بكتيريا طب ادي المضاد الحيوي الفلان. انا ما بصيتش في الاخر الكلمه اللي احنا قلناها في اول الحلقه، الاثار بتاعه المضادات الحيويه على صحه الانسان. انا لما هدي المضاد الحيوي ده وما جابش نتيجه هغيره وادي له مضاد حيوي تاني واغير، ومتناسي تماما النسبه التراكم بتاع المضادات الحيويه في جسم الطائر، وبناء عليه لما هيجي لي انا كمستهلك انا كده بوصل ايه، ان انا بدي المستهلك ما بدلوش الدواجن، انا بديله المضاد الحيوي. لما بيجيله بقى هو اي اصابه بشريه سواء جاله دور برد سواء جاله امراض صحيه اي حاجه من دي ومطالب ان هو ياخد كورس مضاد حيوي، حضرتك لو لاحظتي بتبقى دايما اقولك ايه انا باخد مضاد حيوي ما جابش نتيجه ما جابش نتيجه. طب نرجع بقى للبدايه خالص هنعرف ما جابش نتيجه ليه، لان انا دخلي المضاد الحيوي من غير في الوقت اللي انا ما كنتش محتاج له. نعم. فجسمي خد مناعه ضده. نعم. فما عادش بيجيب نتيجه ولا بيجيب اي تاثير. الحقيقه يعني كلام مهم، وبشكر وجود حضرتك معانا لالقاء الضوء على الموضوع ده، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. دكتوره نسرين زكي رئيس قسم بحوث بمعهد بحوث الصحه الحيوانيه، شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا قوي لحضرتك، وربنا يجعلنا دايما كده في خدمه الثروه الحيوانيه والنهوض بالثروه الحيوانيه ان شاء الله، واحنا معتمدين على اطبائنا البيطريين الموجودين في وزاره الزراعه للقيام بهذا الدور، فشكرا لكم. شكرا لكل الاطباء البيطريين. شكرا لحضرتك. لسه هنكمل مع حضراتكم فقراتنا مستمره بعد الفاصل، الفقرة حوارية جديدة، فابقوا معنا إن شاء الله.